السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم احمد شيتو، ودي المراجعة الكاملة ان شاء الله لكاميرا لومينوس سي 30. دلوقتي انا بسجل منها، تمام كده؟ بس طبعا الصوت اللي طلع ده مش صوت المايك بتاعها، بس احنا هنجرب، طبعا هنجرب كل الكواليتي بتاعتها وهنجرب بالصوت المايك بتاع الكاميرا كل حاجة. بس في حاجة بسيطة بس انا حابب اقولها الاول قبل ما اخش في المراجعة بتاعت الكاميرا. انا عايز بس اقول انا ليه اخترتها او ليه برشحها عن اي كاميرا تانية موجودة في السوق، ويمكن كاميرات تانية سعرها ضعف سعر الكاميرا دي كمان. مبدئيا كده الكاميرا دي انا شاريها من سوق.com، وهسيب لكم لينك الشراء بتاعها عشان لو حد شاف المراجعه وقرر انه يشتري الكاميرا ديت. الكاميرا دي انا جايبها ب 1000 جنيه، تمام كده. انا بتكلم مثلا يا جماعه على كاميرات تانية زي كاميرا زي لوجيتك سي 90 مثلا برو اتش دي. كاميرا لوجيتك دي مثلا يا جماعه انا بقولش انها وحشه خالص طبعا، عشان محدش بس يفهمني غلط، اسمعوا كلامي لحد الاخر. الكاميرا لوجيتك بتديني اقصى جوده ليها 1080 و30 فريم في الثانيه، تمام كده. وطبعا ليها 720 وكده، بس احنا مش هنتكلم في الجودات الاقل، احنا بنتكلم في اعلى جوده طبعا، تمام كده. طيب انما الكاميرا لومينوس سي 30 دي مثلا اعلى كواليتي فيها 1440، يعني 2K يا جماعه، تمام، 2K 25 اطار في الثانيه، تمام كده. وطبعا في 1080. بالنسبه ل 1080 انا بصراحه مش مكتوب على العلبه، او انا ما اعرفش ال 1080 في الكاميرا ديت بيديني 30 فريم في الثانيه برضك ولا بيديني 60 فريم، بس ايا كان انا كده كده مش هسجل اصلا ب 1080، انا عايز اسجل بال 1440، تمام كده، اللي هو 2K. دلوقتي انا بسجل منها، تمام. وانا بس كنت حابب اقول الحاجه ديت، انا ليه فضلت الكاميرا دي وليه جبتها، ما جبتش اي كاميرا تانية موجوده في السوق. فيعني يا جماعه احنا بنتكلم في كاميرا زي لوجيتك دي، زي ما بقول مثلا ب 2000 تقريبا و300 او 2000 2100 2200 كده، يعني في الرينج ده، وبتصور لي اعلى حاجه 1080، في حين ان في كاميرا تانية هنا هيت ب 1000 جنيه وتديني 2K. حتى لو جينا مثلا بصينا الكاميرا تانية زي ريد دراجون مثلا جي دبليو 800 برضو اخرها 1080. الكاميرا دي ريد دراجون دي بالمناسبه يعني سعرها تقريبا 1100 1200 حاجه في الرينج ده، برضو اغلى من لومينوس سي 30، وبتديني اخرها 1080 برضو 30 اطار في الثانيه. فعشان كده انا شايف ان الكاميرا دي من افضل 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 الاختيارات وافضل الكاميرات اللي موجوده في السوق. وانا شايف وجهه نظري انا الشخصيه وتجربتي انا الشخصيه، ده رايي انا، ان هي افضل طبعا من لوجيتك وافضل من الكلام ده كله، لان انا بتكلم في يعني كاميرا بتديني 2K وكاميرا تانية بتديني 1080. وشوف سعر دي، انا اللي يهمني ان انا ادفع اقل فلوس واخد قصادها مقابل اعلى اداء، تمام كده. فدي حاجه بس انا كنت حابب اقولها، معلش لو انا رغيت شويه في اول الفيديو. فنخش على طول في نشوف مع بعض، نجرب الجودات بتاعت الكاميرا، وهنجرب برضه صوت المايك ان شاء الله. طيب بص يا جماعه، دلوقتي انا نكبر بس الصوره عشان تبقوا شايفين الصوره كويس. دلوقتي انا كده بصور بجوده 720، تمام كده، وده على الديفولت بتاعها. انا لسه ما لعبتش في الوان الكاميرا، ما عملتش اي حاجه خالص، يعني ده كده طلعتها ركبتها، تمام. ده كده الصوره اللي جايه لي، تمام. وحابب برضو حاجه معلومه اقولها للناس يا جماعه، الكاميرا اللي عندك اي مهما كانت الكواليتي بتاعتها قد حلوه او وحشه او كده، اهم حاجه يا جماعه يهتموا بموضوع الاضاءه. انا عندي الاضاءه هنا الى حد ما، يعني في جنب هنا رينج لايت وفي اضاءه فوق في السقف وكده، فالاضاءه عندي الى حد ما كويسه. اللي اقصده بس ان الكاميرا مهما كانت جودتها عامله ازاي، مهما كانت جودتها قويه، لازم نهتم بالاضاءه، تمام كده. فدي حاجه. طيب دي كده احنا يا جماعه بنصور بكواليتي 720. طيب هنصور مثلا، هنيجي في كواليتي اعلى 960، وفي 1080، وفي طبعا 1296 1440. فخلينا في الكواليتي المشهوره، فهنجيب مثلا 1080، تمام، ونقول له اوكي. طبعا الكواليتي هنا الصوره كبرت، هنصغرها شويه، تمام. طيب انا كده يا جماعه بكواليتي 1080 برضك من غير اي ايديت، من غير اي حاجه خالص، تمام كده. انا شايف والله يا جماعه يعني الكواليتي جميله جدا بصراحه، سواء كانت 720 او 1080، ولسه في اعلى كمان، انا لسه هطلع لكم بقى بال 2K، تمام كده. طيب لو هنطلع هنا، انا اسف، هنطلع هنا على ال 2K، تمام كده. انا كده يا جماعه هنا المفروض ان انا بصور 2K، تمام كده. دي المفروض اعلى كواليتي للكاميرا، وده زي ما قلنا الوضع الديفولت بتاعها. طيب لو انا عايز اغير، انا شايف ان ممكن الكاميرا تديني يعني او تديني الوان افضل من كده، عادي جدا هنخش هنا، هنخش على كونفيجر فيديو، تمام، وهنيجي هنا كده. احنا ممكن هنا بقى ايه، ان شوف بس نشوف الايفكت اما يبان، ممكن هنا بقى نغير براحتنا انا شايف ان كده بقت افضل كتير قوي من الاول، تمام. طبعا هنا انت بقى ممكن تظبط براحتك، تفتحها خالص، تغمق الصورة بقى، انت خد بالك الالوان بتاعتها تخلي الوان فاقعة قوي،
او تخلي هنا الالوان تبقى ابيض واسود، ربنا يخلي يعني حياتنا كلها الوان بشرب ابيض واسود. تمام. هنا الشاربنس تمام، فبراحتك بقى ممكن تظبطها زي ما انت عايز. طبعا هنا في زر اللي هو الديفولت لو عايز ترجع كل حاجه زي ما كانت، فطبعا دي كل حاجه زي ما كانت، بس هنا انا رايي الشخصي ما تشتغلش على الديفولت. يعني احنا بالتالي لو جينا عملنا دي الالوان دي كده تمام، انا شايف ان الالوان كده افضل كتير قوي، ممكن كده بقت افضل. ممكن برضو دي نخليها كده، فاعتقد كده افضل بكتير جدا من الاول. تمام. ونقول له مثلا هنا كده ايه ابلاي اوكي. بس طيب نرجع تاني مثلا ل 1080 مثلا، لو حابين نرجع لها يعني نشوف مثلا 1080 بحيث ان دي ايه الجوده المشهوره اكتر. فبصراحه يا جماعه انا شايف ان الجوده جوده ممتازه جدا، يعني بصراحه كاميرا بالسعر ده، وما اجي اقارنها بكاميرات تانية باسعارها يمكن ضعف وتديني الاداء ده، ف جميل جدا، وده رأي الشخص زي ما قلنا. تمام. طيب نيجي بقى للنقطة التانية، لنقطة المايك. انا زي ما قلت لكم انا دلوقتي بسجل بمايك هايبر اكس مش بمايك الكاميرا، فانا دلوقتي هسمعكم الصوت بتاع الكاميرا بحيث لو في حد مثلا يعني خد قرار الشراء وعايز يجيب الكاميرا دي وعايز يعتمد مثلا لسه البادجت معاه مش سامح له انه يجيب مايك احترافي شوية وهيعتمد على المايك بتاع الكاميرا، فانا هسمعك دلوقتي الصوت بتاع الكاميرا هيبقى عامل ازاي عشان تقدر تحدد انت هتقدر تعتمد على ده ولا الموضوع بايظ خالص. فهنلغي دلوقتي الهايبر اكس ونخش على مايك الكاميرا. طيب دلوقتي يا جماعه الصوت اللي انتوا سامعينه حالا ده الصوت اللي طالع من المايك بتاع الكاميرا. طبعا اكيد في اختلاف طبعا بينه وبين الصوت اللي كان قبل ما نستخدمه، يعني مفيش مقارنه طبعا. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه دي كاميرا انا اللي محتاجه منها الكاميرا مش المايك. الشركات بس بتحط لنا المايك كده كيعني كخاصيه اضافيه يعني. تمام. بس انا بصراحه انا مش جايبها، مش مستني حاجه من المايك اساسا يعني. بس انا بقول لو اي حد مثلا ما عندوش مايك ومضطر غصب عنه انه هيعتمد على مايك الكاميرا، فانا بسمعك بس المايك بتاع الكاميرا هيبقى عامل ازاي. تمام كده. فدي كده كانت تجربه لصوت المايك بتاع كاميرا لومينوس سي 30. ونرجع تاني لصوت المايك الهايبر اكس. طيب دلوقتي يا جماعه خلاص رجعنا تاني لصوت المايك بتاعنا. في حاجه برضو حابب اقولها، كمان شفتوها في مقدمه الفيديو، الكاميرا فيها لمبتين، لمبه حمراء ولمبه خضراء كده. في لمبه حمراء، اللمبه حمراء دي يعني ان الكاميرا اصلا متوصله او يعني وصل لها باور من الكمبيوتر، واللمبه الخضراء دي ان انا دلوقتي بريكورد. تمام كده. وفي برضو كليسان للكاميرا، كنت شفتوه او صورته ممكن تطلع لكم هنا في الشاشه برضو على جنب. في لسان للكاميرا انا اقدر اغطي الكاميرا، يعني مثلا وانا بكلمكم اهو اقدر اغطي الكاميرا كده بالظبط، انا كده خلاص، او اقدر ارفع اللسان ده. تمام كده، انا كده ظهرت. فدي برضو حاجه حلوه. الكاميرا برضو فيها من تحت اللي هو مكان لو هتعلقها على الترايبود مثلا او حامل للكاميرا وكده. بس فدي كانت المراجعه الكامله للكاميرا، ولو حد عنده اي استفسار او اي حاجه يسيبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.